مصحح تمت تعبئتهم للقيام بهذه العملية مع التقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية. وستجرى المداولات ابتداء من يوم 18 يونيو 2021، وسيتم الإعلان عن النتائج حسب الجدول التالية. بالنسبة للدورة العادية سيتم الإعلان عنها يوم 20 يونيو 2021، والدورة الاستدراكية سيتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليو 2021، وذلك لتمكين جميع الحاصلين على البكالوريا من اجتياز مباريات ولوج مؤسسات المعاهد والتعليم العالي. وبهذه المناسبة أتمنى مجددا التوفيق والنجاح لكل المترشحات والمترشحين الذين سيجتازون الدورة الاستدراكية. شكرا. شكرا السيد الوزير. في إطار التعقيب على جواب السيد وزير التربية الوطنية.